السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أستميحكم عذرا على التأخير، نبدأ بالمذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الرابع، الشرط الرابع من شروط الوجوب، قال الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة، فإن لم يثبت أصلا أو كان يثبت ولكن بمشقة شديدة، لأن المصنف قال الرابع، الشرط الرابع للوجوب أن يثبت على الراحلة، عليكم السلام وبركاته، بلا مشقة شديدة. إن كان لم يثبت على الراحلة أو كان يثبت ولكن بمشقة شديدة فهذا ليس بمستطيع، هذا سواء لكبر أو لمرض. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الحج، قال أو أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أو قال أدركته فريضة الحج هو لا يستوي على الراحلة، لا يستطيع، المشقة شديدة عليه. قالت لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك، حجي عن أبيك. وهذه هناك فيها دلالة على أنه لا يلزمه بنفسه، أو لا ليس من الماء، ليس واجبا عليه أن يحج بنفسه للمشقة التي تلحق. وقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير. وعلى الأعمى، قال المصنف رحمه الله تعالى، وعلى الأعمى الحج إن ورد قائدا، وعلى الأعمى الحج إن ورد قائدا، يعني هو مستطيع بنفس، ليس بنفسه ولكن لابد من مرافق، وهو القائد الذي يقوده إلى المناسك في رمي الجمرات والذهاب إلى عرفة وإلى منى وغير ذلك من مناسك الحج. قالوا على الأعمى الحج إن وجد قائدا، لأنه القائد هنا فرع زائد مع الزاد والراحلة، ولأن القائد ينزل منزلة المحرم للمرأة، لذلك قال المصنف وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا كالمحرم في حق المرأة، يعني هذا زيادة على الزاد والراحلة، هذا زيادة على الزاد والراحلة. فإن قلنا بأن الأعمى إن ورد قائدا عليه الحج ويكون ولا يسقط عنه الوجوب، أيضا مقطوع اليدين والرجلين إن ورد حاملا معينا على ذلك وأمكنه الثبوت، قلنا يجب عليه أيضا كما يجب على الأعمى. قال المصنف والمحجور عليه بسفه كغيره، المحجور عليه بسفه هنا المأخذ عليه هو النفقة، المحجور عليه بسفه المأخذ عليه هو النفقة، والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب الحج لقيام التكليف به، لكن لا يدفع المال له، لا يدفع إليه المال، وهذا لئلا يبذره، ولأنه كما قلنا ليس برشيد عند النفقة، بل قال المصنف بل يخرج معه الولي،
والولي هنا مهمته هو أن يتولى النفقة عليه. الولي هنا مهمته أن يتولى النفقة عليه أو ينصب شخصا له، يعني ينصب شخصا مقام الولي، أو الولي لم يستطع يعني يوكل شخصا ويعطيه المال للنفقة على المحجور عليه من أجل الحج. والحق بنا نقول الولي أو من قام مقامه فإن نفقته على مال المحجور عليه، نفقته على مال المحجور قياسا على المحرم للمرأة، فنفقة المحرم عليها. قال النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره، والمعنى أنه لا يستطيع بنفسه لكن يستطيع بالتوكيل، يستطيع بغيره. قال والنوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات أو في ذمته حج، طبعا إذا قلنا مات أو في ذمته حج المقصود به حج الفريضة حج النذر، لكن الأصل أنه يذهب إلى حج الفريضة حجة الإسلام. وإذا قلنا مات أو في ذمته حج يبقى إذن العمرة تنزل منزلة الحج. وجب الإحجاج عنه من تركته، وهذا قبل تقسيم التركة، هذا قبل تقسيم التركة لأدلة، لأن مثلا قال دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالقضاء. فإذا والله قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وهنا أطلق أو دين الآدمي أو دين الله جل في علاه، ودين الله أحق. ولأن المرأة الخثعمية كما في حديث ابن عباس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أيضا الآخر في النذر، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال حج عنها، قال حج عنها. وهذا كما قلنا في حجة الفريضة، وإن لم يوصي خلافا للمالكية، وإن لم يوصي فيجب الحج من تركته قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم التركة يجب الحج. نعم. ولذلك إذا قال المصنف وجب الإحجاج عنه من تركته، قيده الآن، يعني إن لم يترك تركة فلا يجب، يعني الوارث لا يجب عليه أن يحج عنه أو يدفع الحج عنه، ولا يجب على بيت المال أيضا. ولو مات بعد الوجوب لكن قبل التمكن من الأداء لا يقضى عليه من تركته، لأنه يشترط أن يكون قد وجب عليه وتمكن من الأداء وتقاعس هو، لكن إن لم يتمكن من الأداء فلا شيء عليه. فرع، ولو مات المرتد وقد وجب عليه الحج فهل يخرج من تركته أم لا؟ يعني الاحتمال وارد، والصحيح الراجح أنه لا يخرج، صحيح الراجح أنه لا يخرج لاستحالة وقوعه عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه لمرض لعجز لعدم استقرار على الراحلة أيضا يدخل فيها، والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه سواء حالا أو مآلا، عند مريض مرض لا يرجى بره، مريض مرض لا يرجى بره، إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لازمه ذلك، إن وجد من يحج عنه بأجرة المثل لازمه ذلك، وهذا لأنه مستطيع بغيره. وقلنا الاستطاعة نوعان، استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير، وهذا بملك المال يمكن أن يستأجر من يقوم عنه. فهنا إذن نقول في هذا الباب بأنه مستطيع بغيره فلزمه ذلك، لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون أيضا ببذل المال وتوكيل الغير بإقامة ذلك. وأصل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك
قال لا، قال حج عن نفسك ثم هذه لشبرمة، حج عن نفسك ثم اجعلها، قال هذه لك ثم اجعل بعدها لشبرمة. وأيضا حديث المرأة الخثعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه، قال حج عنه. يستثنى من هذا إذا كان بمكة المعضوب، إذا كان بمكة وبينه وبين مكة وبينه وبين البلد الحرام بينه وبين أو بينه وبينها دون مسافة القصر، فلا يجوز الاستنابة لأنه لا مشقة في الوصول إلى مكة. من كان هو مكي وهو معضوب فلا يجوز له الاستنابة، بل يجوز أن يأتي بالحج أو يجب عليه أن يأتي بالحج بنفسه لأنه لا مشقة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويشترط كونها فاضلة، يقصد بذلك الأجرة، إذا امتلك الأجرة وكانت فاضلة عن نفقته. قال ويشترط كونها يعني الأجرة فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا، لابد أن تكون النفقة فضلة وزائدة عن نفقته ونفقة أولاده حين التوكيل، لكن لا يشترط فيها النفقة ذهابا وإيابا لأنه معهم ويستطيع أن يستجلب الرزق لهم، فهنا تكون الأجرة فاضلة، فإن لم يكن فليس بمستطيع، لأننا قلنا أن يستطيع بنفسه أو يستطيع بغيره، والاستطاعة بغيره أن يملك مالا ويعطيه أجرة لمن يحج عنه، هذه الاستطاعة بالغير، يكون قد استطاع بالمال. قال ولو بذل، لو بذل أعطى الأجرة، لو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح، أما للأجنبي للمنة لا يجب عليه، لا نقول أنه مستطيع ويجب عليه الآن أن يقبل هذه العطية ويستأجر من يحج عنه، لا لا يجب عليه ذلك، وإن أخذ صح ولا يجب. ولما لا يجب؟ الأصل أنه لا يجب لأنه لأن خشية المنة، خشية المنة، لو أجنبي أعطاه مال وقال المال هذا لحجك فاستأجر من شئت ليحج عنك، لا يجب عليه أن يقبله ولا يجب عليه الحج أيضا، ما زال غير مستطيع مع أنه قد عرض عليه، لكن المنة هنا لدفع المنة قلنا لا يجب. لكن إن أخذ واستأجر صح، إن أخذ واستأجر صح ذلك. والثاني في المذهب قالوا يجب لحصول الاستطاعة بالتبرع، والخلاف في غير الولد، ورتب على وجوب الحج بتعاطي وأولى بأن لا يجب ما قال كما قاله صاحب البيان. فرع لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب وكان للمطيع ولد ألزمه المطاع الحج لتمكنه منه كما صححه الإمام المتولي وأيضا صححه النووي في شرح المهذب. قال المصنف ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله، مثلا قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فهنا الولد من كسبه، الولد من كسب الإنسان، الولد من كسب الإنسان، وهنا المنة منعدمة، يعني الخشية هنا خشية المنة، والمنة هنا منعدمة. فلو بذل الولد وقال بأنه سيحج عن أبيه وجب القبول. زيد له ولد اسمه عمرو، وعمرو كان برا بولده وسافر إلى الحرمين وجاء وقت الحج ويعلم بأن أباه لم يحج وأراد أن يجعله يدرك الفريضة، فاتصل به وقال أنا سأحج عنك، إذا فعل وجب القبول، ولا يقال لا يجب للمنة لأنه لا منة من الوالد على الوالد،
أنت ومالك لأبيك والولد من كسبه وخير ما يكتسب المرء به. فلو بذل الولد الطاعة وجب قبوله، والمعنى أنه يقبل ويأذن له ويقول حج عني. ولكن علماءنا في المذهب فرقوا بين أن يكون الولد مستطيعا للحج راكبا أو ماشيا. قالوا قولا واحدا في الراكب إن كان يستطيع أن يحج راكبا واتصل بوالده أنه سيحج عنه، قالوا وجب القبول لانعدام المنة، العلة التي قالوا لا يجب فيها منتفية. أما إن كان ماشيا فقالوا لا يجب على الأصح، وإن كان الثاني أنه يجب أيضا. لما لا يجب على الأصح؟ لأن المشي مشقة وفيه شدة المشقة، وتحميل الولد فوق طاقته يدخل في باب المنع هنا، فلا يجب عليه القبول. قال وكذا الأجنبي في الأصح، قال وكذا الأجنبي في الأصح. على أساس أنه قد عرض بلا منا فوجب القبول قياسا على الولد لحصول الاستطاعة، والثاني لا يجب. والحق أنه الصحيح أنه على الثاني ولم يكن هو المعتمد، لأن فيه المنة ولأنه لا ينزل منزلة الولد، ولأنه لا ينزل منزلة الولد عليكم السلام عليكم. وأيضا الأخ أو العم ينزل منزلة الأجنبي، ففي القول أنه يجب عليه قبول ذلك وأن يوكله في الحج، والثاني لا يجب. والصحيح أيضا أنه لا يجب لوجود بعض المنة في هذا الباب. ويشترط في المطيع الذي سينزل منزلة الأب في الحج، يشترط أن لا يكون صرورة، والصرورة هو الذي لم يحج. الذي لم يحج عن نفسه، فإذا حج عن غيره وقعت عن نفسه ولم تقع عن الغير، وضمن المال للغير. لو زيد أجر عمرا للحج وأعطاه الأجرة وحج عنه وهو لم يحج قبل ذلك، فالحق بأنها تقع عن نفسه لا عن ما أعطاه الأجرة، ويضمن لمن أعطاه الأجرة الأجرة، يضمن له الأجرة. والدلالة على ذلك حديث شبرمة أنه قال لما سمع عنه سلم يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال له حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ثم انتقل المصنف إلى المواقيت، نقف عند هذه، لو في أسئلة تفضلوا.